أولا نبارك للأمة العربية كلها. صاحب السمو حفظه الله قال هذا إنتاج جميع المجامع، جميع الدول شاركت في هذا المشروع العظيم، فهو مشروع الأمة العربية كلها. واحد. ثانيا الحمد لله لدينا خطة قوية جدا للانتقال بهذا المشروع من الجانب الورقي إلى الجانب الإلكتروني، وتسليط الضوء الذكاء الاصطناعي في الشيء الذي أعلن عنه صاحب السمو في الجامعة الأمريكية خلال المؤتمر، وهو المعجم جي بي تي. المعجم جي بي تي سيدرس المشروع المعجم التاريخي ويبحث فيه، فأنت عندما تسائله إلكترونيا سيعطيك إجابات صحيحة دقيقة، يعطيك اللفظة مع الشرح مع تاريخها مع مستعملها، فهذا سيطور العمل ويسهله خصوصا على الباحثين ورواد التواصل الاجتماعي الذين يحبون كل ما هو من قبيل الذكاء الاصطناعي والعمل الإلكتروني. مشروع المعجم جي بي تي بعد يعني بعد عام تقريبا سيكون جاهزا، بدأنا فيه الحمد لله، وبدأت شركة متخصصة جدا وأعطتنا النماذج، ونعمل أيضا من خلال رفقائنا وزملائنا في المجامع الأخرى على تسهيل التواصل مع هذا المعجم المنجز. التطبيق هو موجود، تطبيق المعجم التاريخي، ما عليك إلا أن تدخلي على الشبكة وتكتب المعجم التاريخي للغة العربية فسيأتيك التطبيق وتنزله على الهواتف الذكية وعلى اللوحات الذكية ويستفاد منه. لا شك أن المعجم التاريخي للغة العربية هو إنجاز ضخم تشرفت به الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة بتبرع سخي من سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي وتحت لواء اتحاد المجامع العربي. هذا المعجم يعد إنجازا ضخما لأسباب كبيرة، منها الأسباب اللغوية والأسباب المعرفية والثقافية والفكرية. الحياة اليومية للخبير أو للمحرر هي يعني حياة مليئة بالعمل الشاق المجهد صراحة، وهو البحث أولا في المظان الرئيسية للغة العربية والبحث عن الألفاظ حسب العصور، ثم تحديد الدلالات لكل عصر